بدات الفكر في جنان أسامر نجوم الليل والنفس أهديها ناديت الهجوس وقلت حضر علي الآن بكلفك بمهمة ولازم تسويها ومن بعدها بزم الوفي حامد صميدان هلا مرحبا وضيوفنا الله يحييها هلا مرحبا وضيوفنا الله يحييها أنا البارح من شدة الفكر في جنان سامر نجوم الليل والنفس هديها ناديت الهجوس وقلت حضر علي الآن بكلفك بمهمة ولازم تسويها تصف النواد صف في ساحة الميدان وتنقل بيوت العصم والهزل ما بيها هذي حره تشرف ويا عليها طن يحضر بيوت الشعر ويعسف دوافيها وانا الشعر ما خذت من فلان ولا فلان هذه موهبه والقوس في يد باريها ولا اقول انا الشاعر وانا مهندس القفا لكن الجزايل تنعرف من مباديها وانا ما علي غلاف واصحل صهي الحصان مثل ربوع والمعاد ومن بعدها باسم الوفي حامد صميدان هلا مرحبا وضيوفنا الله يحييها تراحب فيها الطيب تستقبل الضيف الضيوف السعد في الرئيس تاصلها داويها هلا وقلط والكيف في دلات الرسلان على العز يا رجال انت شرف عزاويها وحامد كريم يكرم الضيف والجيران طليق الحجاج المرجله ما يخليها هذا ابو يسوس الجود ومعرف الجد بعيد النظر والذود بالسيف حاميها وعيد الكرامه والسطر محزم مليان يسد اللزوم وكلمته ما يثنيها ولا انسى خوالي محزمي ترثه الشيخان عزاز المقام اللي شجعان ترى ستراها حنا ونربح معاديها جهينا مقابس الوغات الجمل عدوان قبيله تشرف باللقاح يطاليها نصرنا محمد بلف فارس من الجهنان وهذه حقيقه والتواريخ ترويها وكل القبائل والنعم في البلاد اخوان كرام السبال ولا تقال وصلوا على المبعوث رحمة ناس العدنان محمد شفيع الناس للحج هاديها محمد شفيع الناس للحج